أي. مجتمعنا رياضينا يتقبلون فكرة أن يكون طبيب نفسي بالمنتخب؟ والله شوف، هو بشكل عام كمجتمع، بالمجتمع العراقي فكرة الطب النفسي فكرة كلش يعني صار مفهومها خاطئ يعني بالشارع. هواية من الناس إذا سمعوا إنه أحد يراجع طبيب نفسي أو ذي هاي يقول لك ليش بيه شنو عنده خلل، يعني مجنون، مجنون بالضبط. مع العلم هو بالعكس، يعني هو يعني طبيا يقول لك ماكو إنسان ما يحتاج طبيب نفسي في مرحلة من مراحل حياته. كنا نمر بصعوبات، كنا نمر أزمات. وأني صراحة يعني نقطة كلش حلوة ذكرها دكتور أحمد، إنه الهواية ناس تشوف إنه اللاعب الرياضي هو كأنما آلة مجرد من المشاعر. بالعكس، اللاعب هو يكون يمكن أكثر شخص يكون عليه ضغط نفسي بالذات في هيك بطولات. طبعاً هو دي يمثل أمة كاملة بشي، هو خلينا نقول أهم بطولة، يجوز يعني هي أهم بطولة فعلياً بكل العالم وكل المنتخبات والكل حلمه يوصل لها. فبالتالي هذا ضغوط. هذا يعني قبل شوية الدكتور ذكر إنه باجيو بوقت ضيع جزاء مال إيطاليا، باجيو من يومها انتهى، يعني هو قالوا إنه مات واقفاً لأن ضيع ضربة جزاء بكأس عالم. فبالتالي هذا كله ضغط نفسي. إحنا اليوم لازم المجتمع العراقي صراحة وحتى اللاعبين العراقيين يحتاج إعداد نفسي، وإحنا للأسف هذا الدور ما نعطي لطبيب نفسي أو شخص مختص. هواي من المدربين يصير على عاتقهم هذا الموضوع، إنه هو يعد اللاعب، يحاول يحكي وياه، يحاول يحتوي، يحل مشاكله، زملاء بالفريق. مع العلم إنه الشخص المختص موجود، وبالعكس إحنا هذا إذا نعطيهم دور حنشوف إنه أداء على الملعب حيتحسن.